ساعتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف صارت المرأة السعودية هذه الأيام؟ سؤال يهم كثير من الناس حول العالم، ونبشرهم إنه بعد 6 سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030 المرأة السعودية صارت محظوظة جدا، وتولت العديد من المناصب القيادية، صارت سفيرة ورئيسة جامعة ونائبة وزير، ودخلت حتى الحرس الملكي السعودي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الشورى، وصار لها حق الحصول على جواز سفرها بنفسها والتنقل والسفر بدون إذن. وكمان انخفضت معدلات البطالة بين السعوديات لمستوى تاريخي، وصدرت عشانها قوانين تحميها من التحرش والعنف، وسمح لها بقيادة السيارة ودخول الملاعب، ومثلت المملكة في الألعاب الأولمبية والدورات النسائية. عشان كده جات المملكة ضمن الدول المتصدرة في تقرير المرأة الصادر عن البنك الدولي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتاريخ أكيد راح يسجل هذه السنوات بأنها أهم سنوات تمكين المرأة السعودية. خلصت الكلمتين مني زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.